أهلا بكم في بتوقيت مصر. أطلقت اللجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا على هامش لقائه عددا من الرموز السياسية والحكومية في مصر خلال إفطار الأسرة المصرية يوم الثلاثاء الماضي. هذه اللجنة معنية بالبحث في أسماء المعتقلين وإطلاق سراحهم، وأعلنت عن إطلاق سراح رفعة جديدة من المحبوسين بعد عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. دفعة أخرى من المعتقلين تتوقع بعض الدوائر المصرية أن يفرج عنها قريبا من السجون المصرية. ويتزامن الإعلان عن الإفراج عن هذه الدفعة مع تواصل إطلاق سراح 44 معتقلا مصريا في عملية بدأت قبل أيام. فبعد يومين من دعوة رئاسية إلى إطلاق حوار سياسي في البلاد، أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط حسام مؤنس عقب صدور عفو رئاسي عما تبقى من عقوبته. وأشارت مصادر سياسية في لجنة العفو الرئاسي إلى مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في بحث هذه الخطوة. وسيعقد اجتماع بين أعضاء اللجنة وكبار أعضاء الأحزاب السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو المقدمة إليهم. مشاركة هذه الأحزاب تتزامن مع دعوة الرئيس المصري للحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية، وهي دعوة تأتي في خضم تحركات سريعة ومتواصلة في الشارع المصري لفتح أفق للحوار بين قوى المعارضة بعد جمود استمر أكثر من 8 سنوات. انضم إلينا عبر خدمة سكايب الأستاذ محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي، نتحدث معه حول هذه القضية والإجراءات التي من المنتظر أن تتخذ لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية. رحب بك أستاذ محمد عادل سليمان. يعني لجنة العفو تحدثت، طبعا كل سنة طيب يعني بمناسبة عيد الفطر، كل عام وانت بخير، وخلينا نتحدث عن هذه المبادرة اللي الناس كتير متفائلة بيها وشايفة أنها ربما تكون مختلفة عن مرات سابقة، وأن هناك حماس كبير أنها ربما تسفر هذه التحركات عن حلحلة في ملف المحبوسين احتياطيا بشكل خاص، يعني باعتبارهم العدد الأكبر، وفي ملف المحبوسين في مصر بشكل عام. تفضل. مساء الخير يا تامر، وكل سنة وأنت طيب. أهلا بيك. وعيد سعيد على كل المصريين. والواحد مبسوط السنة دي أنه في عدد من المعتقلين اللي غيبتهم السجون أشهر طويلة، وربما أكثر من 2 و3 و4 في بعض الحالات السنة دي بيعيدوا في وسط أهاليهم. نعم. ويمكن دي المرة الأولى من الكام عيد اللي فاتوا اللي كل عيد نسمع فيه أخبار جيدة. أنا أتذكر في السنة الماضية محمد علي خير وغيرهم وغيرهم من الإعلاميين المحسوبين على النظام قالوا أسماء كثيرة وإخراجات كثيرة خلال أيام، لكن ده ما كانش بيحصل. اللي حصل المرة دي طبقا لـ3 4 سنين اللي فاتوا وضع إيجابي جدا، خروج عدد وإن كان محدود لكنه مؤشر جيد. تشكيل لجنة جديدة أو إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي أمر محمود، ولكن ما ننساش إن ده حصل بالظبط بالظبط كده من 3 4 سنين فاتوا. تشكلت اللجنة وطلعت مجموعة أسماء والصحافة صورتهم هم بيسجدوا أمام باب السجون، وخرجوهم أول يوم العيد من غير ما يكون أي حد عارف ولا هم ولا أهلهم، وكانت برضو لحظة فرحة كبيرة جدا. لكن الإيجابي في الموضوع أستاذ محمد إنه ما هو لأنه أكتر عدد خرج من السجون على ذمة قضايا سياسية كان في إطار المبادرة اللي فاتت اللي كانت من كام سنة دي، فربما تكون ده يعني شيء جيد، لأنه في النهاية لو حتى عملت اللي عملته اللجنة اللي فاتت فده وطبعا في منتظر او متوقع ان يكون افضل. فلما حصل ده السنه اللي فاتت تقريبا من 2013 كانت دي اكتر وقت حصلت فيه افراجات، مش بس الاسماء مشهوره لكن ربما لمئات على ذمه قضايا، وربما يعني يكون العدد بالالاف على ذمه قضايا كانت تصنف بانها قضايا سياسيه. بالظبط بالظبط تامر، دي يعني اكبر عدد يخرج، ده حقيقي. عشان كده انا بتمنى ان ده يكون اكبر عدد يخرج منذ المره اللي فاتت ويستمر. يعني انا مش متفائل قوي وما بطلبش طلبات كبيره ولا امنيات عظيمه، لكن عايز هذا الخير القليل يستمر. يعني الافراج النهارده عن 40، بكره عن 30، بعده عن كام واحد. واتمنى كمان انه اللجنه توصل لصيغه
ما انه يكون عندها آلية للمراجعة. يعني مش معقولة الناس اللي يعني أهلية المتهمين يبعتوا أساميهم للجنة عشان اللجنة تنظر. يعني أكيد ممكن يكون في صيغة أكثر نجاعة من ذلك، بنرحب باللي بيحصل وبنثمنه ايه الصيغه الاكثر بنقول نجاعه استاذ محمد؟ لانه ما هو اللجنه دي معموله علشان تكون هي الصيغه الاسهل، لانه في اجراءات طويله جدا، ان اروح للنائب العام وحاله حاله وتستنى بقى تشوف الفصل، لكن اللجنه دي مفروض ان هي دي الوسيله اللي معموله علشان تخلي الامور اسهل. هل عندك اقتراحات او شايف انه ممكن يتم طبعا تطوير الفكره دي علشان تكون الامور اسهل؟ بالضبط. الاقتراح الاخر انه في يعني قرارات تؤخذ بشكل واضح ان كل المحبوسين احتياطيا اكثر من 18 شهر ما راحوش للمحكمه يتم اطلاق اخلاء سبيلهم. نقطه ان كل الناس اللي اتحكموا وقضوا مده محاكمه او اتحبسوا احتياطي وعدوا سنتين ثم اعاد ما يسمى تدويرهم على قضيه تانية برقم جديد ووجه لهم اتهامات ارتكبوها داخل محبسهم يتم اخلاء سبيلهم. يعني عندنا مجموعه من الفئات اللي يمكن اخلاء سبيلها والمؤكد انه هي مش مفروض تكون في السجن اصلا. يعني ايمن عبد المعطي بقى له 4 سنين بيتجدد له احتياطي وغيره 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 وغيره. كل الناس دي اعتقد انه مش محتاجه يكون هناك لجنه يقدم لها اسماء عشان يخرجوا. كل المحبوسين احتياطي اللي المحكمه مش لاقيه وجاهه عشان تحلهم للمحاكمه يخرجوا. وهذه اللجنه مهمه جدا انها تشتغل بقى حاله حاله مع النيابه العامه على القضايا المشتركه. يعني يا استاذ تامر في عدد من القضايا ده معروف للقضاه وللمباحث ولكل الناس، قضيه كبيره جدا كان فيها اشتباكات بيتم القبض فيها على عدد واسع من الناس، بيروح في وسط الزحمه بتاعت الاجراءات الظروف الاستثنائيه اللي كانت من 2013 ل 2016 مجموعه من الابرياء. دول محتاجين بقى اعاده نظر ونبص في التحريات ونشوف كذا، وكانها اعاده اجراءات مره اخرى. ده دور اللجنه. لكن لما يكون عندنا 30 واحد محبوسين احتياطيا بقالهم 3 سنين، ليه انا محتاج لجنه عشان اطلعهم؟ ما هم محتاج على قرار الورق مش بقالهم ثلاث سياسي سنين واعي مدرك على الورق لقيمه اللحظه كلهم. الحاليه اللي قاله الرئيس عبد الفتاح استاذ السيسي محمد، مهم يتبني عليه. استاذ محمد، ما هو المشكله في الحاله دي ايه؟ انه انا هقول اللي بقاله سنتين مثلا يطلع، ماشي؟ ما هو في كتير جدا وصلوا للسنتين وهو مثلا بقاله 6 شهور في القضيه الثانيه، في قضيه مختلفه، ده في نظر القانون هو قدام قضيه ثانيه وبقاله 6 شهور بس. فانا لو الاثنين يطلعوا طبقت ازاي هقدر يعني احكم ده بشكل ازاي واضح يا استاذ تاني؟ واتعامل مع ده في اللي القضايا قضى الجنائيه سنتين والسياسيه وتم ازاي؟ تدويره يطلع. اللي قضى سنتين ما على هو نفس محدش القضيه بيعترف بموضوع يطلع. التدوير ده، اللي قضى التدوير مده ده يعني اللي خد مصطلح حكم بس محمد، واتحكم عليه بس محمد وقضى حكمه كاملا وبعد ما خلصوا ادوا له قضيه تاني يطلع. لانه في ناس بيتم يعني انا في عدد كبير تمام من المحبوسين انفراديا موجه لهم تهم ان هم بيشاركوا في نقل الاخبار من داخل السجن. تمام بينقلوها لمين وفين؟ ناس محبوسه احتياطيا مع ما ناس هو زياره. المشكله في الحاله دي انه ما فيش حد، مصطلح اعاده التدوير ده هو مصطلح حقوقي، يعني المنظمات الحقوقيه بتعتبر انه اي متهم اخلي سبيله وتم اتهامه في قضيه ثانيه هو بيتم تدويره، لكن في نظر اللي بينظر او ما حدش هيعترف يقول لك ان انا عملت ده علشان ما خرجوش من القضيه الثانيه، هو في نظر مظبوط القانون وكل حاجه قضيه جديده، هو محبوس على ذمه قضيه جديده، فيمكن الممارسه بقى خلينا والتعامل اتفق مع معاك. الحالات بشكل كامل. انا بعتذر لانه للاسف وقت الفقره انتهى يا استاذ محمد، بالتاكيد هنفتح الملف ده اكتر من مره. بس في ثانيه واحده، في ثانيه واحده اقول لك اتفضل. انه القرار تشكيل اللجنه هو اعتراف بانه الناس دي موجوده بالغلط تمام، بشكل واضح. يعني وده مش من دلوقتي، ده من 2014 بالظبط 15 كده يمكن الرئيس بالظبط نفسه قال ان احنا بنعترف ان في ناس دخلت السجن بطريق الخطا او مش بالظبط. المفروض يكونوا موجودين في شكرا السجن. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي على هذه المداخلة المهمة.